السلام الخوت، بعد طول الغياب اللي دام شهر ما حطينا فيديو في يوتيوب، اليوم رجعنا تاني باش نكملو في البلاي ليست تاع قصة الرابور، والرابور اللي معنا اليوم سلام الدار البيضاء، وبالضبط من الزيروكا، عطى بزاف في الراب المغربي، ومن الدراري القدام في الراب، اللي عندهم أكثر من 15 عام في الدومين، وعنده أكثر من 200 تراك في الكارير ديالو، وزيد عليها أكثر من 8 تاع بروجيات كبار، منهم لي ميكس تيب، ولي زيبي، ولي زالبوم، واخا الإيماج تاعو متعلقة بالتجارة في المخدرات، وتكون على إصابة إجرامية. وفي هذا الفيديو غادي نعرفوا عليه كلشي، وغادي نعرفوا هاد التهم واش حقيقيه ولا لا. ما عليك غير تفرج في الفيديو من الاول حتى للاخر ويتخش فاهم كلشي. دير معاك لايك للفيديو وابوني لاشين، راه ما بقينا والو 10، تشجعونا باش نجيبوا لكم الجديد. ومرحبا بكم في قصه مورو. ستوب ستوب لي فان تاع مورو، واش كان كلشي كومونتير تحت في لي كومونتير بالخاليه 3-2-4. عرفت البشر خويا في طبعه الدار وكل تمانه، كل تمانه كحاجه ما دايما راه كلشي كيسالي وكل زمانه. بزاف ما فهمونيش كانوا غريبة أطواري داري 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 بلي البيت خوتي مصة لي طاح عندي اللي خاصه نو دي جي بي شي مصة صوب شي جوان من البلاصة. ديسمبر 1981 عيد زاد زكريا دار البيضاء، وبالضبط في درب السلطان، من أبوين مغربي الأصل، طفل صغير ماغاش يدوز الطفولة تاعو كله في درب السلطان. من بعد فاش غينتقل إلى حي آخر اللي كاين في عمالة سباتة، وتحديدا في الزيرو كار. حياة الشخصية تاع زكريا ما كاينش عليها معلومات كثار، لأن الشخص عمرو ما دوى عليها أو حكى عن الطفولة تاعو، لذلك غادي نحتارموه ماغاديش نختارعو شي حاجة من راسنا ونجيو نقولوه. ويحتم علينا انتقال إلى بداية الألفينات. زكريا بداية العشرينات تاعو كان كيسمع الموسيقى بزاف، خصوصا الراب الفرنسي، بحيث كان عاجبو الهيت بزاف، كان ديما كيسمع الموسيقى كيقول واو بغيت نولي بحال هذا الرابور أو بغيت نولي رابور. بدا كيجرب الكتابة في التراكات، ونهارها بدا كيأفونسي في داك الشيء اللي كيبغي. ولكن ما كانت البداية الحقيقية حتى 2008. في هذا العام نقدر نقولوا زكريا بدا أوفيسيونمون في الراب، وغادي يختار لي إي كي إي تاعو تحت اسم مالك موروفيش، وهذا اللقب اللي كان كيعيط ليه به واحد صاحبو قاوري. ومن بعد غادي يختصرها في مورو، وهذا مورو هي كانت معيورة تاع لي سبان المغاربة، ولكن زكريا اختارها كـ إي كي إي ديالو كافتخاب تاع مغربي اللي كيحس بها. في البداية تاع مورو بدا انديبوندون، ما كاين لا جروب لا تيم، كواحد بادي في 2008، إمكانيات قليلة. ما غادي يوجد طراك حتى 2010، وداك الشيء الوقت مورو حط ميكس تيب في 2010 والبوم في 2012، ولكن مسحو من بعد. ولكن الا مشينا وطلينا على لاشين ديال غادي نلقاو تكريات 26 جويلية 2009، واول طراك فيها محطوط تاريخ 18 مارس 2012. إذا بغينا نعطيو بيتيت رياكشن على هاد التراك، غادي يبان لينا بأن الكليب كله مستوم نواري بلون، والإيكو طالع للسقف في ليريكس. وحاجة أخرى غيتبان لينا في هاد التراك أو الكليب، بأن في البدايات تاعو بان واحد الشعار اللي هو سي بي كات كليب، واللي هي مجموعة أسسها مورو وجود دراري آخرين اللي هما ريدا ويوسف البوف، والهدف تاعها هي خدم موسيقى مجموعي. وبالنسبة للتفسير تاع اسم سي بي كات كليب، اللي هي سي كتعني كازا، وبي كتعني بلانكا، والزيرو كات اللي هي الدرفين كبر مورو. ومن بعد فاش غتبدل لها السميه وتصبح سميتها سي بي كاتكي اللي كيعرفوها الناس بهذ السميه. وإلا رجعنا للاصل قلبنا شويه، غادي نلقاو بان سي بي كات هي فيلم امريكي خرج سنه 1993، والسي جي ديالو هو قصه تاع واحد المجموعه تاع الراب. شوفوا اكستريم الفيلم. اوكي جايز، اي لاف ذا ايمج، بس ليت مي اش يو وان ثينج، ار يو شور يو وونت بي غاستو؟ 2013 مورو غادي يحط ميكس تيب كارابوس اللي غادي يبدا يحط بعض التراكات 12 ماي 2012، واول تراك بدا به الميكس تيب اللي هو خوب قيمشو مي بحال خوت وداك ديبلوم صافي لوحو عندنا باك بيسيت كيموتو هنا يا خوب في الحب كيلوحو سلام لكاع القراب. تيتر واعر بزاف في الكاتيجوري تاع الاولد سكول، القافيه ابي ابي جايه مسيطره على كاع السطور تاع التراك. وخا هاد البروجي ما غاديش يعجب بزاف تاع الناس اللي عارفوا الراب حتى ليام التراب، اما الى هزينا البروجي وحطيناه في الاولد سكول غادي يكون عنده وزن. نمشيو نسمعوا تراك اخر من الميكس تيب اللي هو 6 ديال الصباح. فوق راس مالي بلا ما تسولوني مالي علاش بنادم راس مالي خلينا من الصحاب شكون اللي كاين. هالتراك عجبني حتى هو، وخا تبان لك الميكس تيب معاوده في الفلو، ولكن راه فيها ريمات واعره بحال فهاد السطر اللي قال فيه بنادم راس مالي. حنا
لكن عارفين بأن الرأسمالية كتعتمد غير على الرباح فقط، أما المبادئ كتضربهم في الحيط. باغي يوصل لنا من هاد السطر بأن بنادم كيقلب غير على الرباح فين كاين. هاد التراك منسق لحد الآن في يوتيوب 400,000 مشاهد. نقدروا نقولوا على هاد الميكس تيب تاع كالابوس أن البداية الحقيقية تاع عمرو في الراب بالمغرب اللي بير فيه على مستوى يليق به كرابور جاي يحكم الساحة. من موراها فاش غادي يسالي الميكس تيب غادي يحط تراك سولو في 2 جوان 2014 اللي هو كران سيف التراب ياك ما باينة فيا واخا جبال لاش كتشوفوا فيا. طراك كيهضر فيه بلسان واحد شعر بماء الحياة وكيفاش كتبان ليه الحياة من المنظور تاعو الشخصي. وفي 2014 غادي يبدا نور يحط في التراكات من الالبوم تاعو كاليمورو، وهذا الالبوم فيه 20 تيتر. الحاجة اللي كيخدم بها هي انه كيخدم الالبوم كيبقى يحط فيه تراك مو تراك، والتراكات اللي كيحطهم لي زوديو ماشي فيديو كليك. مالك بحال تاني مورو عندي خو غدود سيرو حيدو من حدانا فيكم ريحة الفاصلين. جوانو بريك هو اكستريم الالبوم اللي تحط 12 اوت 2014. تيتر ناضي من ناحية التقصار تم من ناحية القافية، ولكن الموسيقى تاع مور صعيب تدوز في الراديو ديك الوقيته، لذلك مغاش يلقى داك الدعم اللي كان كيتلقاه كرابور باش الموسيقى تاعو تنتشر. وفي 18 سبتمبر 2014 تحط تراك تاع دوما خويا ما تبكيش جيت العرب براك فراس كاين اللي مات وكاين اللي هاب وكاين اللي الاخبار فراس بلا ما ديرني وسطك. هاد البروجي كان السوجي تاعو هو يتحصل على شي حوايج اللي كانوا ناويين في شكل وصدقوا في شكل واحد اخر، منهم توقعات ديالو على صحابو اللي كان ناويين انه وقفوا معاه في وقت الحزه ما وقفوش معاه، ومنهم الدوله اللي ما كتعاونش الشباب في تحديد المصير. نمشيو للتاريخ 28 مارس 2015 غيتحط تيتر ديال السنطاكا الدور اخر واحد في المواد ديما الاول في الرياضه صحابو كيقراو هو زاهي على الاستاذه. واحد كان في الصخور تاعو زيرو تربيه وكبر شويه ولقى راسو زيرو قرايه وخرج للطريق وباع جميع انواع المبوقات وسالت حياته قرطاسه عند البوليسي. هذا كان هو ستريجي تاع تراك سنتاكا الدور اللي ضرب لحد الان في يوتيوب 800,000 مشاهده. وفي تاريخ 16 ماي 2015 عاد حط تراك تاع خونا 12 عام ديال القرايه ليسونس ديال الشيمي هز راسو في الرايه كله دم فرقعو سيمي. هالتراك عجبني بزاف لدرجة عاودت شحال من مرة نعاود لكم السيجي تاع تشيتر. دابا مورو قسم مع التراك ثلاثة على كوبلي وما كاينش الروفلان بيناتو. وفي الكوبلي الأولى كيعطي فيها سيتياسيون تاع واحد قرا وشاد ديبلوم وما لقاش خدمة ومات بطريقة غريبة. وفي الكوبلي الثاني كيعطي فيها سيتياسيون تاع واحد تزاد وعمرو قرا أو عرف الورقة وستيلو ودوز كاع خدامي وباغي يحرق. وحتى هو سالت الحياة تاعو في الدنيا طريقة الغريب. أما في الكوبلي الثالثة كيعطي فيها سيتياسيون تاع واحد زاد في الكريان وسط عائلة فقيرة وبين سبعة الخوت وخرج للطريق العوجة وكانت حتى هو عنده نهاية في شكل في هذه الحياة. هنا مورو باغي يوصل لنا أن الحياة كل واحد وكيفاش كيعيشها كل واحد وكيفاش غادي يساليها. ألبوم كاليميرو اللي زالبوم لي أولد سكول في الراب المغربي، أي واحد كيعشق الراب أولد سكول كنصحو يمشي يسمع ليه. من مورا الألبوم أجي الميكسيب الثانية اللي هي كالابوس فيرسيون 2 اللي كانوا فيها تراكات ناضي بحال حزب الله اللي كان فيوتشينغ مع ام بي 1 وسبوب تي بي 4 قوم في تحقيق يمسي غدناك عاد غتعيق سبوب و ام بي 1 مورو فيكر وابا باري حيدو متاقر. خاصة مورو في التراك بشكل زوين وعجبني بزاف انا وحتى الدالي اللي كانوا معاه بينوا على مستوى كيشرف في الراب بالمغرب. وفي نفس الميكس تيب مورو غادي يحط واحد تيتر تاع واحد الرابور اللي كان صاحبه قبل ما يتخاصموا وياه اللي هو البنج فاش كان في بدايات تاعه والاسم تراك ديال البنج اللي هو بارادوكسيال. كيفاش نخرج خويا شانطان ضرب حبسو هانيت ندخل نشوف خوتي بنادم حقيقي ماشي تاع الكارتون. هاد اللقطة اللي دار مورو مع البنج كان دافع معنوي بالنسبة للبنج. والميكس تيب الثانية ذات من الخبرة تاعو في الراب وغيتعاونو كتاب في المستقبل. من موراها غيجي الألبوم تاع ليكس طاليوني اللي كان فيه 15 تيتر وكانوا فيه بروجيات ناضي بحال كوموندو اللي كان فيوتشينغ مع البنج. حنايا فاليدي نتوما غادي يزين فك التلفاز اخو فك موازين نتايا جنسية مغربي حزين. هاد التيتر اللي تحط في تاريخ 14 جويلية 2016 وضاعب أكثر من 100,000 مشاهد غيتكليب بهذا البروجي. من بعد هذا الالبوم يلعب دور محوري طريق تاع مور. من موراها يجي الالبوم الثالث ليه في الكارير ديالو في مده اقل من 80 سنوات، حاجه اللي ماشي سهله. هذا الالبوم هو المدونه اللي بدا 2016 والسنه 2017 اللي كانوا فيه تراكات ناضي بحال تراك سل سبيسيال جوار مدوزي صباح الخير حر راسي يلا اوزي شباغي دير ديديكاس واد المدينه بوس.
وبحال هاجيت كنجمعو في العلاقة كيجمعو لي فان ريحتو الزطلة خارجة من البيفان كنا كنفيقو على كحلة وجوان بيضاوة بيضاوة اللي كان التقصار تاعو تراب وفي هاد الألبوم بداو كيبانو ستيلات جداد في التقصار تاع عمور بحيث في هاد الفترة دات واحد التغير في ستيل تاع الراب بالمغرب هاد الالبوم تاع مدوانه تم جواب الطريقه تاع مور اللي كيحط الالبوم كله تراكات اوديو في يوتيوب ولكن في سنه 2017 الخدمه عنده غيتبدل والكارير ديالو غتبدل وغيزيد الشهره تاعو في الراب بالمغربي والعربي بحيث في سنه 2017 تم فين تفرقع الراب بالمغربي مور فات السنه غادي يخدم البوم جديد اللي هو زكاموريا ولكن هاد المره خدم ذكي وشد الالبوم وحطو كليبات من السلسله باش تكون اصلا نسبه الواتشينغ طالعه في الفيديو ومن تراكات الناضين في الالبوم بحال سليف اللي تحط 25 جويلية 2017. كلشي كيسالي تا الضحك راه كيتقاد غنحردك من ودنك خوكيطو كالعاده لكن انت بطار عشيرك جراده تراك طالع في النيفو وحتى في ليريك ستريت هما اللي حاكمين تشيتر لحد الان هذا البروجي دار في يوتيوب اكثر من 2 مليون تاع الفيوز وفي 4 أوت 2017 مورو غتحط واحد تراك اللي كان كلاش الحليوه من بعد ما كان البيف بيناتهم غير في ستوريات انستغرام سميه التراك اللي هي تي دي ان او راسك في كادو كيدور في العمال اخوها طلع الطايه طلع البوليسيه بشرطه ساكادو كندور كازا كامله لا فلوس لا فاني كيترك كيف جات تشيتر بصوت بنت ستاتي اللي كانت فرقات مع حليوه في ديك الوقيت وقالت شي هضره على حليوه كتبين انه كيخاف من مور الصراحه الكلاش كان ناضي في اسطوره بمعاني اللي وازني ولحد الان هذا البروجي دار في يوتيوب 16 مليون مشاهد بقى خدام مور كيحط تراك مورا تراك كيزيد من الشعبيه ديالو في الراب المغربي والعربي في 16 سبتمبر 2017 غيجي فيوتشينيك اللي غادي يحكم طوندونس في الراب المغربي اللي هو فيت مع ميستر كريس في تراك شاح الرجوله ميا ما تدرب خي وعندي دي فارم يعرفونيش الراب يعرفوني الرجوله شاح الرجوله هذا كان كلاش باين الحليو قصر فيه مور بطريقه احترافيه واللي متبع معنا من الاول حتى لدابا غادي يبان لك ان مور كيزيد يطلع في النيف ومن بعدها فاش غيدخل ميسي كريزي مع الجروب تاع سي بي كادغين وهذا البروجي لحد الان دار في يوتيوب اكثر من 6.5 مليون تاع الفيوز ومن بعد سيمانه من هذا الفيت غادي يجي في يوتيوب واحد اخر مع رابور ناضح حتى هو اللي هو الفرده ترى تعفريها معنا طلع الطايه ماشي عنصرية عثرنا خلقيت وخرجنا الخالية جواني في الفولة عشرة ملكية تراك ناضي وفي ميزكا قصروا فيه بجوج بطريقه زوينه وبالمناسبه عندنا شي حلقه تاع الفرده اللي غادي نخلي لكم اللين تاع الفيديو ديسكريبسيون وفي 31 ديسمبر 2017 غيجي واحد البروجي اللي عجبني انا بزاف وكيفاش بدل مور ستيل تاعو ونجح فيه وهذا البروجي اللي هو كاين بروبليم اللي جاب الطريقه اصلا حقيقه في عرب ولا دقيقه يلا ربي ربي بحال لا قا ما شفتينا غساني اوندي كوبي قصات على التراب فوق انستريزاي كيخليك تستمتع بالفلو تاع ليريكس كتحس بداك الفايب كيدخل الدماغ تاعك وكتبدا تعيش مع التراك ومن موراه بقى خدام تراك من موراه تراك حتى غايجي البيف تاعو مع النيسيو البيف اللي بداه النيسيو فجبت مورو الخاليه في البروجي تاع كونترول ا هالحرادة الشواقر بيطردوا الراب رايح حيت ما عندكمش ليه الباقل اعطيو الراحة وديرو بحال داك اللي سميتو راقم كيف ما كتعرفوا النيسيو الكتابة الوازنة والريمات العاربين هادشي هو اللي غادي يخلي مورو يجاوبو حيت غادي يعرف انه غيتبيف مع واحد وازن في الدومين عجابو بتراك تاع زياطون اللي هي الطنجية مقلوبة كاين ميميتاسيون فيرسيون كيليميلي تا قدام داركم غتلقى الخالية بليتي قبل الحياة باغي انت تكملي مورو لعب مزيان في التراك وطلع عليه سامي جبد ليه التواسة تاعه نيسيو قاسو الكلاش هادشي هو اللي غادي يخليه يجاوب تراك تاع مونو تيهدر تيتخيل راسو حباس لعبة غانكستر الفرادة والقرطاس حيت مسكين مقطر نيسيو فهاد الكلاش كريتيكا مورو حيت قال ليه كتلعب فيها غانكستر وقال ليه انت غير مأثر بالجوتية اللي كنا كنلعبوها في بلاي ستيشن من بعد غيجي الجواب تاع مورو تراك شاروخ عطيتك الصفرة راك ديجا افيزي شعل جواني والدورة تميزي شلي كيشوف فيا كالاناليزي هنا يا مورو بيع النيابو باش يجاوب النيسيو ويجبد ليه دواس صحاح وقاس وشابسطح وهادشي ولا غادي يخلي النيسيو يجيب تراك التالت في البيف اللي هو طوني حدك جامح حمق من سايكوك تحتي في بسايكو عنده سبع رواح شنو في صغرو شارب بايكو هذا غادي يكون اخر تراك للنيسيو في البيف تاعو مع مورو ونيت غيجي التراك الاخر تاع مورو في البيف تاعو مع النيسيو غادي يسميه نفس السميه تاعو بلا ما تقبح راه كنشوفك انو النور ما تنوضش الدجاج على بيضه
هذا اخر كلاش بيناتهم. الحاجه اللي نقدر نقول عليها هذا البيف هو شفنا كلاش بين ستيلات مختلفه في الراب بالمغرب، وانتم حكموا شكون اللي يربح في البيف. وفي ديك البيف راه مورو كانت بيف مع بزاف تاع الرواب اللي منهم ديب وكوزمان اللي كان سار بيناتهم التسامح، بحال البلان تاع كوزمان اللي جا حتى المقر تاع سي بي كا. انا بغيت نسمح لك ما عجبكش الحال بلا ما نخسر الهضر. الفيلم سالا ديال كوزمان هاو شتوه هاو كوزمان فيلم تاني اشنا هو الفيلم تاني. هاد البيف ما غاديش نهضر عليه بزاف هنا، وغادي نخليه التفاصيل تاعو حتى الحلقه تاع كوزمان. من بعد هاد البيفات اللي بين فيهم نور على مستوى واعر بزاف وزاد الوزن تاعو في الدومين، وغادي يخدم موسيقى اخرى وغادي يحط تراكات جداد، ولكن غير نوض عليه النحل من بعد فاش كان كيبين سلاحات في الفيديو كليب ديالو. وكل شيء صباح يقول ان خاليه سيبيكارت هي خاليه اجراميه في المغرب، وهذا الشيء هو اللي غادي يخلي السلطه تحط عليه العين. وفي 2018 غيتم مداهمة واحد الفيلا فيها الدراري تاع السي بي كا، فاش غادي يعتقلوا اغلبيه فيهم. وفاش كان وقع هذا البلان كان مور في فرنسا حكم انه كيعيش في باريس، ومره مره كيجي للمغرب ويدير لايف باش يدافع عن صحابه. في المغرب تكون بارك ما بالك ما بك غتمشي للحبس في راسك، اللي ما فراسوش هي راه جديده هذه، داير ما دايرش تمشي للحبس في المغرب. كيعيطوا لي دو جوغ ابخي عيطوا لي قالوا لي حكا راه جاوا الحناش كيسولوا عليك في السيكتور. مال هاد الحناش اشنو بغاو؟ كيسولوا عليا قالوا لهم مشى. علاش؟ قال لك حقا راه ما عمرش واحد الورقه لا فيش دو بوليس في لايغوبور، وانا بعد مرات كاع ما كنتش كنعمرها كاع ما عمرهم جاوا عندي، وهاد المره عمرتها وجاوا عندي. ما عليناش، انا عيطت للدراري. شكون الدراري؟ عيطت لفؤاد الزياني اللي هو ولد خالتي والمناجر ديالي من الصيف، يلا ولا مناجر ديالي من الصيف. قلت لي فوالا راه جاوا البوليس كيسولوا عليا ايتترا ايتترا. ورا واحد خونا قال لي بالله واحد الكوميسير في عين الشق في مكافحه المخدرات ايتترا كيسول على السي بي كات، اشنو كيديروا السي بي كات؟ مال السي بي كات؟ كيفاش السي بي كات؟ اشنو جاوبتو انا؟ قلت لي خليه يسول، راه غيسول تيعيا وغايقولوا لي راه ما كاين والو، غيعرف الا سول بصح راه غيعرفنا كنديروا الموسيقى وشويه ستريت وير، ما كنديروش شي حاجه كيعاقب عليها القانون. لا حبذا الاستهلاك. نهار 17 السبت 17 3 انا كنت كنهضر مع الدراري في الواتساب. الفيلا اللي في بولو اللي هي الفيلا ديال ولد خالتي اللي هو المناجر ديالي اللي هو مول انستيتيو بولو اللي اون فاس معاها. من بعد مول بقى خدام على راسو وكيحط تراكات ديالو تقربت سالي 2018 غادي يحط البوم مستر رجعيه اللي كان عباره عن كريتيك سيستي. وهذا الالبوم مخداش حقه، جا في الوقيته فاش كان حط البيك كلاس تاعو تاع 170 كيلوغرام، والبيبلي مشى مع الموجه تاع البيك وما عطاش الوقت للالبوم. وهذا الالبوم كان فيه واحد التراك ناضي اللي كان فيت مع القناوي. خمس مرات ضرب وجرح حبس بالباله وتحاس الشرف يشبع الحمل يخفاف بالرجل حب على طراس وجه الفقر. من بعد قال ماشي مشكل وبقى مكونسونطري مع الكارير ديالو وخدم تراكات جداد بحال البروجي تاع غودزيلا اللي كانت حط اوديو وفاش لقى نجاح كبير كنيبه. ودابا تيتر راه ملصق 18 مليون مشاهده على يوتيوب وزاد خدم حتى التراك تاع باتيرا. الى جينا نهضروا على التراكات اللي ناجحين عند مور ما غاديش نحبس، حيت السيت دام على راسو وعمر الكارير ديالو بالبروجيات اللي وازن في الساحه الفنيه تاع الراب المغربي. وكان مورو خدم واحد التراك اللي كان كولاب مع الفنان ديالنا عزيز داداس اللي هو التراك خفيته. من بعدها خدم مورو شي بروجيات اللي ضربوا الملايين تاع الفيوز. من موراها غادي يحط الالبوم تاعه اللي هو مافيري اللي فيه 19 تراك اللي كان فيه فيتشرينغ مع حلو من بعد ما تصالح هو وياه. من بعدها مورو غيخدم بروجيات ديالو، والحاجه كتعجبني عنده وانه كيخدم موسيقى كثر. واخا عداش الوقت تاعو كله غير الموسيقى، ولكن راه كيحط بروجيات كثر من بزاف تاع الراب، تحس لي ما غابش على الراب وديما كيحط موسيقى. ودابا اخر اي بي حطها اللي هي شقا ولا طير. من مورا هاد الاي بي اللي كانوا فيها دي فيتشيك مع بعض الروابا اللي واعره بحال بيبي كان بروفيت الزعيم ومورا، غادي يحط تراكات سولو. واخر تراك حطو دابا اللي هو اخر واحد مورا من الروابا اللي عاونوا الراب المغربي في الموفمون. وخا التراكات ديالو او البيف اللي دخل فيهم، راه مورا فاش كيدخل في شي بيف راه الساحة تاع الراب المغربي كتحرك، كلشي كيهضر عليه. انا شخصيا كنحترم اي واحد حتى الطومين تاعه وزاد بيه القدام، ومور من هاد الناس اللي داروا هادشي. الموسيقى تاعه واخا تبان لك ماشي عائليه اكثر، ولكن راه كلام تاع الزنقه كيحطو في ليريكس تاعه كيجو فوق انستري كيمزكك بيهم. خدم اكثر من 200 تراك، والسيد يخدم اكثر من 200 تراك غتعرف بانه عنده السوفي.
وعنده أنه باش يدور في طريق طويلة باش يحقق الحلم تاعو. حاجة اللي ماشي سهلة، باش حمل واحد كيخدم غير 4 تراكات ولا 20 تراك صافي كي أبوندوني، كيقول أنا درت اللي عليه. لا، خاصك دير كثر وربي غيجي في التيسير. عمرك تستسلم، عمرك تهبط يدك، راه الموت غتجي تجي. اللهم تجي الموت مش كتقاتل ولا تجي الموت وما تستسلمش. الحياة غتستمر، أمور من هاد الناس اللي تقاتلوا تجابوها. غادي نكون وصلنا للآخر تاع الفيديو. اي واحد صرحت لهنا خليه كومونتير ونسج معك ابوني لاشين لايك الفيديو ونتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله. يما غادي مريسكي موسيقى اللي باقا جايب بوكوراس لارس لارس كل ليلة متاستي زاد لكوكاينة كانت اللي في لادرس 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 راجع خطوة اللو سولو مانتي شالي فوسط للكندور كندور كندور كنت مديرها دور عادي كان صادق شيء يمي أمور.